ضيفنا استاذ محمد الرئيسي، مدير اداره استراتيجيه ومشاريع النفايات في بلديه دبي. مرحبا فيك في MBRF بودكاست. مشكورين على هاي الاستضافة، لنا شرف أن نكون معاكم اليوم، اللي من خلال منصتكم إن شاء الله نقدر نبرز أبرز التحديات والاستراتيجية اللي موجودة عندنا في بلدية دبي اليوم للتعامل مع النفايات خلال 15 سنة القادمة بإذن الله. أستاذ محمد، نبدأ بالسؤال الأهم، كيف نقدر نعزز البحث والابتكار في مجال تحويل النفايات إلى مصادر طاقة؟ موضوع الأبحاث اليوم من المواضيع جدا مهمة. الداتا اليوم اللي موجود available من الأشياء المهمة جدا في وضع أي استراتيجية في العالم. أيضا مهم أن اليوم في مدينة دبي أن نحن ننظر لأفضل الممارسات العالمية اللي موجودة في هذا المجال، وطبعا هذا كله اللي تم عمله أثناء إعداد هاي الاستراتيجية. نحن طلعنا على أفضل الممارسات العالمية اللي موجودة في مجال النفايات، وبناء عليه تم تحديد الكمية اللازمة اللي نحن بنحتاجها اليوم من النفايات اللي ممكن يتم تحويلها إلى طاقة، أو حتى يتم إعادة تدويرها وإعادة الاستفادة من هذه المواد مرة ثانية في السوق المحلي. يمكن بسألك شوية أستاذ محمد سؤال خارج بلدية دبي، دورنا إحنا كأفراد مجتمع إن نساعدكم في هذا الشيء. أحس دور كثير مهم ولازم يكون في توعية عليه. جداً مهم، جداً مهم. مثل ما تفضلتي اليوم الدور الكبير على البلدية يمكن في عملية النقل وعملية تنظيف المدينة وعملية معالجة المدينة، لكن من أهم المحاور الرئيسية اللي تم وضعها في هاي الاستراتيجية محور اللي هو إنتاج الفرد للنفايات، وهو بشكل كبير يعني مسؤولية اليوم مجتمع دولة الإمارات ومجتمع مدينة دبي، إن اليوم أفراد هذا المجتمع السكان اللي موجودين في هاي المدينة يفهمون بمخاطر النفايات اليوم على مستوى أي مدينة في العالم، وكيف ممكن هم يساهمون في تقليل إنتاج هذه النفايات بحيث إن هم يقدرون يساعدون البلدية في تطبيق هذه الاستراتيجية بالطريقة الصحيحة. فيمكن أرجع للسؤال، مهم جدا اليوم أن يتم توعية مجتمع مدينة دبي اليوم وسكان هذه المدينة بكيف ممكن أنهم يقللون من إنتاج النفايات، وطبعا هذه من المحاور أيضا اللي تم التركيز عليها في الاستراتيجية، وبنستهدف إن شاء الله أن خلال 15 سنة الجاية أن يتم تقليل إنتاج النفايات للفرد بمقدار 35% إن شاء الله خلال 15 سنة الجاية. أنا ما شاء الله كشخص من أفراد المجتمع أشوف أنه في وايد اهتمام وفي وايد توعية، هو ممكن شوية دورنا إحنا كأصحاب فرد من المجتمع أنه نفهم كيف كثير منا يفكر أنه هذا شيء بسيط ما يحتاج ما بيأثر، بس هو له دور كبير. بصراحة عشان أكون حقانية، دبي ودولة الإمارات العربية فيها توعية كبيرة لهذا المجال. أستاذ محمد، كيف يساهم التطوير المعرفي بما أنه موجودين في قمة المعرفة في تحقيق الاستدامة من وجهة نظرك؟ كان مثل ما ذكرتي اليوم المعرفة لها جانب كبير، والمعرفة لها مصطلحات كثيرة. اليوم مهم أن قطاع الأفراد، قطاع التجاري، قطاع السكني اليوم في مدينة دبي يعرف دوره ويعرف شو كيف ممكن يساهم في هاي العملية وكيف أنه يقدر يقلل إنتاج النفايات في المدينة. وأيضا مهم بالنسبة للبلدية أنها تعرف وين مكانتها اليوم، وين هي واقفة، شو اليوم مستهدفاتها خلال 15 سنة الجاية. وهذا الكلام يتم خلال جمع البيانات، وبيانات اليوم علم مهم جدا. اليوم انت تبني من خلاله تنبؤاتك للمستقبل، وتبني من خلاله استراتيجياتك، وتبني من خلاله عملياتك اللي بتحتاجها كبروسيسز ومعالجة خلال الفترة القادمة. فمثل ما تفضلت عملية المعرفة اليوم مهمة جدا لعملية بناء اي استراتيجية على مستوى اي محور اليوم في هذه المدينة. صح، وقلت شيء مهم جدا استاذ محمد، انه هو البيانات هي معرفه. صح، فشيء كثير مهم. شو التحديات اللي تواجهونها في تطبيق استراتيجيه عالم بلا نفايات؟ يمكن اول شيء استاذ محمد بسالك، شو هي العالم بلا نفايات لاي من المستمعين اذا ما يعرفون؟ هو عالم بلا نفايات يعني اليوم ماشي ويست، لكن أيوة. هذا جدا صعب طبعا، ونحن نعرف هذا الشيء، لكن نحن اللي نطمح له شغلتين مهمات. النقطه الاولى اللي تفضلتي فيها، نحن اليوم حريصين جدا على ان مجتمع المدينه اليوم الكوميونتي اللي موجود اليوم انه يقلل انتاج النفايات. هذا الشيء بيساعدنا بشكل كبير في اي تحدي او اي عقبه خلال الفتره الجايه، من خلال عمليات المشاريع اللي بنكون محتاجينها خلال الفتره الجايه تكون مشاريع فقط معنيه بعدد معين او كميه معينه من النفايات، ما يكون فيها اكزاجريشن، ما يكون فيها مبالغه في الكميات. فهذه النقطه وايد مهمه. النقطة الثانية اللي أيضا مهمة، عملية توفر المساحات الأراضي للمكبات. لما نقول اليوم صفر نفايات، نحن نتكلم على أن نحن لا نريد أن نرسل أي من نفايات
المدينة لمكبات النفايات. مكبات النفايات تعتبر اليوم تحدي لأي مدينة في العالم، لأنها تسبب يعني تلوث بيئي، وتسبب تكون مصدر للروائح الكريهة لأي منطقة سكنية تكون بالقرب منها. فبالتالي اليوم نحن نطمح أن يكون عندنا زيرو لاندفيلز، زيرو ويستو لاندفيلز. فنحن يساعدنا بشكل كبير هذا الكلام اللي نحن نسويه اليوم من خلال هذه الاستراتيجية، أن فعلا نحول النفايات المنتجة اليوم في المدينة عن مسار التمر، سواء كان من مشاريع تحويلها إلى طاقة، اليوم هذه النفايات يتم حرقها وإنتاج منها طاقة نظيفة، والعملية الثانية أنها يتم إعادة تدوير هذه النفايات وإعادة استخدامها في مجالات أخرى، بحيث أن المدينة تستفيد من هذه المواد مرة ثانية وترجع للماركت مثل ما يقولون مرة ثانية. هل نقدر نقول هذه التحديات يعني في إمارة دبي هل قدرنا نتغلب عليها، ولا لسه احنا في بروسس، ولا في احنا يمكن اليوم على مستوى المدينة ما نزال في البروسس؟ نحن وصلنا 35% عن تحول عن مسار التمر. المرحلة الجاية والاستراتيجية تستهدف الوصول ل 98% تحول عن مسار التمر، يعني راح يكون فقط عندنا 2% من الويست اللي بينتج في المدينة فقط راح يروح لمكبات النفايات، الباقي كله راح يتم معالجته وتحويلها لمصادر طاقة نظيفة مرة ثانية او مصادر مواد معاد تدويرها. نصيحتك حاب تعطيها لأفراد المجتمع، بما أننا متأكد رح يسمعونا عن طريق MBRF بودكاست، في التقليل أو نساعدكم؟ مهم جداً أختينا، نحن اليوم ما يكون في هدر، يمكن هذا حتى كلتشر في ديننا، حتى ديننا الإسلامي أو حتى أي دين ثاني أو ديانة ثانية. اليوم الهدر في الطعام، زيادة الصرف المبالغ فيها في عمليات الشراء، يمكن كلكم تعرفون عملية البلاستيك اليوم حتى على مستوى الحكومة، يمكن فرضت رسوم على أكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد. فاليوم مهم جدا أن كوميونيتي المدينة اليوم أنه يفهم أن مشاركته البسيطة تفرق بشكل كبير. فنحن اليوم نتكلم على ستيبس، خطوات بسيطة تساعد في تشكيل هاي المنظومة بشكل كامل. فدور المجتمع جدا مهم، ونتمنى اليوم ان اللي يسمعنا اليوم عبر منصتكم عبر البودكاست هذا فعلا ينظر اليوم لعملية النفايات المنتجة، وحتى ينظر في عملية فرزها وإعادة تدويرها، وكيف نحن ممكن نحول هذه النفايات عن مسار الطمر. أستاذ محمد، أبي أختمها بأهمية قمة المعرفة برأيك، إذا كان للشركات، لدوائر الحكومية، أو لفرد أفراد المجتمع؟ دور كبير طبعاً كل شيء، يعني مهم أنك تجمع كل المتخصصين اليوم في هذا المكان، ويتم مناقشة المواضيع هذه اليوم ما بين الكلاينتس مثل ما يقولون الحكومات أو الشركات، ومع القطاع الخاص ومع أفراد المجتمع. فاليوم كل حد يكون عارف التوجه ماشي كيف في المدينة، شو هي النكست ستيبس في المجالات المختلفة، يمكن مو بس مجال النفايات لكن حتى المجالات الأخرى. اليوم الإكسبرتس اللي موجودين من جميع أنحاء العالم بيفيدون أكيد هذه المدينة، وحتى هم بيستفيدون من خلال معرفتهم اليوم بالمشاريع اللي موجودة اليوم في مدينة دبي، بحيث أنه يقدرون حتى أنهم مستقبلا يشاركون فيها. صح. أستاذ محمد الرئيسي، شكرا لتواجدك معنا اليوم في MBRF بودكاست. نتمنى لك، نعرف أن عندك جلسة إن شاء الله، نتمنى لك موفق في جلستك لليوم، ويومك سعيد. الله يسلمك، مشكورين ومشكورين على هاي الاستضافة الطيبة. الله يسلمك.